ماذا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله فيما يلي؟ يعني أن تأكل مما هو أمامك ولا مما هو أمام الآخرين، وليس هذا فعلته فك عذاب أخرى. لا نسلو في تناول الطعام لقوله تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. لا نأكل الطعام وهو ساخن. أقوم الطعام بعد أن نأخذ منه ما يكفينا. رحمة الله عند الانتهاء من الطعام بقوله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. نغسل أيدينا قبل الطعام وبعد الانتهاء منه. الحمد لله.